ازيك يا تحية؟ الحب بيغير الرجالة في المسلسلات والأفلام والمسرحيات بس. احنا عمرنا ما هنبقى مش مع بعض. إنما في الحقيقة في الدنيا اللي احنا عايشينها دي الحب ما بيغيرش حد. يوم تحبي يا ماما تحبي واحد نظيف بيلمع يخرجك من المخروبة دي ويقب بيك على وش الدنيا. عارفة إن كلنا بناتك ومفيش حد ما بيحبش أمه. اشبعي بيه، اشبعي بأمك يا سنية. مسرحيتك يا ابني ناقصها مسرحية، حدث، فعل، ترقوه. عارفة إن كلنا بناتك ومفيش حد ما بيحبش أمه. اللي فكرك باللي زمان لسه هولة دلوقتي؟ الماضي مش راضي يبطل تفكير فيا. ما تقلقش يا رب، يهدي لك نفسك يا كرم يا ابن هنية. ايه رأيك في المسرحية يا كرم؟ ما بقتش قادرة اشيل السر في قلبي لوحدي ياما. ده اللي يشتغل الشغلانة دي ما يشبش جن. ولا يهون عليا برضك، هسيبك في المرض لوحدك. انا ما بتحبكش يا طارق على نفسك. تعبت يا رب، تعبت. مفيش راجل يستاهل. مش هعديهالك يا علي، علي يا حرام من ديني ما هعديهالك. بحبك بجد. بجد؟ بص، ده في الفصل الكام ده يا ابني؟ بص يا اخ ديدي، شيش جوهري يا حلوه. نان مصنوع. وحشتيني. عمري ما سالت روحي السؤال ده. عمري ما سالت روحي السؤال ده بجد. المسرحيه دي ايه؟ حقيقه ولا كدب؟ الاثنين. منى زكي في أفراح القبة، رمضان أحلى على النهار.